يا رب. ماشي ماشي ان وخده شاء الله قول يحفظك لا ابو اللي جاب حماس حتى عشان يلا يلا نروح على يلا اقتل خمس ارفعوا معكم علم ابيض رايه بيضه. وقتها بدكم تخلصونا منهم؟ اه وقتها بدكم تخلصونا منهم؟ ليش احنا نخلصكم؟ ليش ما خلصتوا نفسكم منهم؟ وما بقتلونا، قتلوا بن عم امبارح. مين امبارح هم قتلوا ابن عمك؟ ليش؟ ما انا عارف عقل عشان رايح على الوكاله من الوكاله مش عارف ليه. ابن عمك راح على وكاله امبارح؟ اه. وين في الجبال يا صار هذا؟ لا في رفح قتلوه. في رفح؟ اه. هناك جماعة الحماس قتلوه؟ اه. شايف كيف هدول؟ يعني لذلك بدنا ندمرهم في جباليا، ولذلك مطلوب انه انتو المدنيين عشان ما يصير عليكم على اشي تخلوا هناك.